اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغينا نديرو ان صالاد اللي غتكون صالاد ريش مجموعه فيها كاع المهم اغلبيه ديال الخضار. هنايا نبداو على بركه الله. اللي غنحتاج اللي انا غادا نستعمل في هاد الصالاد، عندي هنايا جوج حبات ديال الباربه اللي سلقتهم بالقشره ديالهم ونقيتهم وقطعتهم مربعات هنا كيف كتشوفوا. عندي كذلك جوج حبات ديال الجزر اللي قطعتهم بشكل دائري سلقتهم مع الماء والملح. عندي هنايا جلبانه اللي منقيه ومسلوقه حتى هي بالماء والملح. عندي هنايا تريفات ديال لادان فومي. عندي كذلك هنايا جوج حبات ديال البطاطس اللي قطعتهم مربعات وسلقتهم مع الماء والملح. هنايا عندي جوج حبات ديال القرعه او الكوسه اللي قطعتهم بشكل دائري وسلقتهم كذلك مع الماء والملح. المهم الخضره كامله سلقتها بالماء والملح، ما حتى اضافات اخرين، هادشي اللي درت فيها. عندي هنايا حبه ديال البيض، هذه بيضه لقيت فيها جوج محاح كيف كتشوفوا. عندي هنايا فرماج احمر اللي قطعته بهذا الشكل. عندي علبه من التونه، هذا الطون ديال الزيت. وعندي كذلك هاد لي بات ولا لي غوسو كيف كنعرفوا اللي سلقتهم بالماء والملح. دونك هاد الشيء اللي غادي نستعمل، من غيره ما غادي ندير حتى حاجه اخرى. دونك كيف انا هاد الشيء، نجيب طبق التقديم اللي غادي نحط فيه هو هذا. عرفت واش كيبان لكم مزيان ولا لا؟ نحاول باش نقرب الشكل. هناخد لي بات نديرهم من الاولين في الوسط هنا كيف كتشوفوا. غادي نحط شويه ديال الكرعه هنايا، نحط كذلك من هذا الجانب. انا حاولت ندير هذا الخليط ديال الخضره باش المهم نحاولوا ناكلوا الخضره، باش كان كيف كنعرفوا كنحاول نبعدو منها. دونك هذا هو الطريقه باش ناكلو بها الخضره على هذا الشكل. هناخد الجزر هكذا، ناخذ بطاطا هي الاولى، غنحط شويه منها هنايا. هاد الشكل غناخد الباربه، غناخد شي معلقه باش نحط بها الباربه هاد الشكل. كيف
كيف كيعرف الجميع المنافع اللي كاينه في الباربه. من بعد ما حطيت الباربه في الجوانب بجوج الناس كيف كتشوفوا، غادي ندير شويه دجاج اللبانه فوق من لي بات، غنحاول نخلي الوسط خاوي بهذا الشكل. المهم كل واحد وكيبقى بالطريقه ديال التزيين اللي بغا. غناخذ ديك التونه اللي عندي وغنديرها هنا في الوسط، لهذا الشكل كيف كتشوفوا. غناخذ دوك الحبات ديال البيض هنايا وغنفرق بيهم ديك الخضيره. من بعد ما رشيت ديك اللبانه وحطيت ديك الطونه بحال هكداك، غناخذ هاد لاداند غنلويها بحال هكدا ونحطها هنا على هذا الشكل. المهم كيبقى الاختيار ديال كل واحد كيفاش بغى يحط داكشي اللي عنده، وداكشي اللي عنده اصلا في الطريق ديال به. هنايا كيف كتشوفوا غادا ناخد ديك الفرماج الاحمر وغادا نحطو بحال هكدا فوق من ديك الكريعات. على هذا الشكل انا غادي نزيد واحد لاصوص، وهنا البنات كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا. فريمون سلطه غريش بزاف غنيه، فيها بزاف الفيتامينات، فيها بزاف الخضر، كتستحق التجربه. اللي عجبته الوصفه ديال اليوم ما ينساش اشتراك في القناه ديالي قناه يوميات سوكي، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، والضغط على جيم. وبصحه وراحه، عواشر مبروكه، واهم حاجه بقاو في الدار، والسلام عليكم.